لكن ما بصح انا اللي درت حال بنتي. ويلي ويلي واسمو درت يا تقضي عيشة يا راهم يحسوا بيك خايفة. تانسيو عيشة ما تديري فراسك والو، ان شاء الله غادي تولي مزيانة وغادي تبرى كاع ما تخميش. نفمك الربي على لا طاوية، نفمك الربي. هي معيشة انا غادي نمشي للدار، راه خالتي الزاهية صونات البوشعايب قالت له روح ديني ونمشي نخمل شويه ونجيب لك الفطور ديال الصباح. واخا واخا لاله الضاويه سمحي لي طوفتكم معايا. الله ينعل الشيطان عيشة ما تقوليش هاد الهضره، سما رحنا اكثر من العائله. لا هي هي ايوا روحي تلقاي الربح. السلام عليكم لاله، ممكن تفضلي معايا؟ سعيد بن حماد بن البشير دخل. نعم السي البوليسي. عندك شي سوابق؟ لا السي الشاف ما عندي بو سوابق، عمرو رجلي ما مشات في الكوميسارية غير نهار اللي درت لاكارت. واها واش تك تقول في الشي اللي قلت عليك نسيبتك؟ يا ودي راجاتني ماي المرأة ماي، انا نوريها الشغل. جاوب جواب واضح. يا ودي سول الطبيب يقول لك التفاصيل، ارى وقع لها تسمم بالعشوب. اي انا خاطيني. لا عندك، هو سببها، قال لها ديري كل شي باش تولدي ولا ما نعقلش عليك. يا بردي انا وتزيد عاد تبرقني. واه السي البوليسي هو. المهم بقاو هنا ما تحركوش، نمشي نجيب التقرير ونجي. غي قولي لي الله يرحم الوالدين، واسمو درت لك اللي طيح عليا الباطل؟ اراني ما فاهم والو. ولدي راك في مقام ولدي اللي ما عطانيش الله، درني بحال امك. واش تبغيني نمشي للحبس؟ عندي البنات الصغار في الدار شكون يقابلهم وانا قليلة الصحة؟ انت بعدا راجل جات معاك، سلكني الله يرحم الوالدين وروح بلاصتي. يا بردي بغيتي لي الحبس كي درتي لها؟ شوف ولدي العزيز، راه الحبس يمشيو له غير رجال الشلاغميه ويزيدك حتى الهيبه. انا بقى كل يوم نجي لعندك ما نخلي ما نجيب لك، تخرج من تما مربي الكتاف، حتى ديك الزروقيه اللي فوجاك تمشي بيك. لا 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 انا ما وجه الحباسات، ابغيتي ماسكينه اللي تعذبت عليا تموت. لا والو. لو كان عندي ولدي لو كان غامر معايا، عارفة ما عنديش الزهر. سمعوا لعندي، التقرير كيقول بأن التسمم وقع بسبب الأعشاب. انت روح جيب الأعشاب اللي بقاو في الدار وانتي بقاي معانا. كيفاش؟ انتي اللي اعطيتهم لها. لا واه، ولكن اعطيتهم لي واحد جارتي. شكون هاد جارتك؟ سميتها فاطمة سيدي. عندك معها شي حسابات شي خلافات؟ لا واه واقيلا جاب لي ربي بغات تنتقم لي بالبنت. لحقاش واحد الوقت كانت جات عندي وبغات تخطبها عليا لواحد ولدها، ما خدام ما ردام قابل غير القنوت، ورديتها ما بغيتش نعطيها لها. واقيلا شدتها في خاطرها من ذاك الوقت، ومن جاتها الفرصه راها سممتها لي. اعطينا العنوان نمشي ونجيبوها. هي الاولى. انت هي فاطمه بنت المختار؟ اواه سيدي انا هي، ياك لاباس. اشنو كتقولي على الشي اللي منسوب ليك؟ ما فهمتكش يا ولدي. جارتك عيشة قالت باللي عطيتيها عشوب مسمومين عمدا باش تنتقمي ببنتها. اواه السي البوليسي. وليدي واش تابيني وبينها؟ اله لا يطيح لينا شي باطل. انا عطيت لها العشوب ولكن غير العشوب اللي موالفين نشربو دائما. هاي عيشة كتقول باللي بغيتي تنتقمي ببنتها لحقاش ما بغتش تزوجها لولدك. يا وليدي الله ينعل الشيطان، انا ولادي مزوجين هذه شحال وعمرني ما خطبت عليها. نمشي ندير فوتوكوبي لهاد الورقة ونولي عندكم. علاش بنتي درتي لي هكذا؟
يا لالا فاطمه، راني ما لقيت كي ندير نسلك راسي، وقلت مع روحي انتي ساكنه بوحدك، اولادك كاع سمحوا فيك وما تخرجي ما تدرجي، بحال الا راكي في الحبس. اللهم بعدا تمشي في بلاصتي، تلقاي تما تمعة من التوانسي وتهضري يا بعدا. واش كيت لك اودي؟ عاجبني حالي هكذا، نشد تسبيحي ومنسى بسيدي ربي، تلاقاي مع البشر تزيدي غير الذنوب بالهضره في عباد الله. خالتي فاطمه، راه عندي البنات صغار، شكون يقابلهم؟ مشيت فيها هذه التاليه ديالي، تا داك الراجل عندي ديما موضر مع السواقات، بناتي من غدا يصبحوا كيليتي مات. شدي في ربي بنتي، وبنتك الله يشافيها لك، وما غادي تمشي لا انت لا حد اخر في بلاصتك. بغيت غير نفهم كي صرات حتى جاها هادشي، قولي لي بعدا درتي كي قلت لك ما يلقى معلقه صغيره بالحاجه، كي وصيتك ما زدتيش كتر. يا ودي لا، راه هذا هو المشكل، يا قلت لها ديري سبعه باش الغرض اللي تقضى في 7 ايام يتقضى في ليله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اخرجتي على البنت، ويا كي وصيتك وقلت لك العشوب ما معاهم اللعب. يا ودي راه قلت العقل وخفت اليد، خفت عليها، يا زعما هذا هو اللي قال لك بغى يقلع له نعمش ساعه معاه. يمكن لكم تفضلوا في هذه الساعه، ولكن ما تمشوش بعيد، مازال نسحقوكم. يا عويشه يا عويشه، يا تنزيتي في الكبيره وغادي تيتمي الصغارات، يا زيد عاد تكمليها بالحبس، يا ربي كين دير لها هذه المصيبه. السلام عليكم عائشه. سلامة الضوية، جيتي عدبتك معايا. لا ما تقوليش هكذاك، واش تداروا معك عيشة؟ والو، واش تيديروا معايا؟ قالوا لي طلبي الله تسلك وتبقى حيا، اما الا مشات راها فضيحتي فضيحه. ايوا روحي روحي توضي لك وصلي 2 ركعات وتوصلي لربي، راه حتى حاجه ما صعيبه عليه. ايوا عاونيني اختي الضاويه، عاونيني صلي معايا بعدا، راه انت مراه مزيانه لا كون ربي يقبل. ما تقوليش هكذاك عائشه، ربي يقبل منا كاملين الا كنا مخلصين معاه. ها هو الطبيب جا. انت هو الزوج ديال اسماء ياك؟ اوا ها السي الطبيب، انا هو، راني مقبله وانا مقرد هنا نستناك تخرج. بغيت نبشرك الحمد لله على سلامه مرتك، تجاوزت مرحله الخطر. ها فيك ربي. اه يا سيدي ربي الحمد لله، بغيت نزغرت بالفرحه السي الطبيب. هذا السبيطار سي سعيد، الله يجازيك بخير، ما تشوش على المرضى. يا ودي غير اسمح لي، راه الفرحة يا خالتي عيشة راه سلكتي، اما بقى بو الحبس اسلك ربي بو حبل يا اسما فاقت. ها قول والله. يا ودي واش موالي بنزعق معاك؟ ايوا غير اسمح لها ولدي، والله ما نعاود. لا لا غير عاودي لها، والله هاد المرة ما تخرج سلامات. الحمد لله على سلامتها. يا على سلامتك اتسكرت، والله الا كنت غادي نموت بالخلعة. واش تواقع؟ ما بقيت عقل على والو. يا ودي غير ايوا الحمد لله على لطف الله، راه تما مسكينه ما قصدتش، غير بغاتني نجيب لك البز. يا ودي درك ما بقيت باغي والو، عيشينا غير انتي، هذيك هي الدنيا وما فيها، هذا هو اللي قال لك طمع في الغايب والضر الحاضر، يا روضي لي غير انتي براي، ما بقيت باغي والو. الله لا يخديك عليا، وسمحنا بزاف عذبناك معانا. يا منين انتي ومنين انا؟ ارى الواحد من يتزوج يتزوج على الحلوه والمره، او يتشارك كل شيء. هذا هو المضمون فيك ولدي سعيد، عفى الله عما سلف، طويو هاد الصفحه ونبداو من جديد ان شاء الله. كي بقيتي شويه يا اسمايلي تنخلعت عليك. الحمد لله ماما الحمد لله. ايوا المسامحه المسامحه. يا انا بعدا تلفت لي الطال الهضره، غادي نمشي للدار ندير شويه الطعام ونخرجوا على بنتي.
غتمشي معايا الضاوية تعاونيني؟ هي الأولى. يرحم والديك، زعما ما يكونش عندك شي مرصوية دجاج وشوية خضرة؟ ها مالكو؟ غير مازال ما صرفت.